إذن مستقبل، أنا أرى بأن المستقبل واعدا، ودائما التفاؤل يجب أن يكون، لأنه نحن الآن نقوم بتحقيق تراكم معرفي، تراكم في الممارسة. عندنا تبارك الله خبراء، عندنا أساتذة، عندنا أطر كفأة تتوزع على مختلف مصالح الدولة. إذن مع الوقت، لأنه التحديث ديال أي مرسوم في المغرب مشى واحد الوتيره ديال 10 سنوات، كل 10 سنوات كيجينا واحد المرسوم. الان مع المرسوم الجديد 2023 يمكن نقولوا بانه في 5 سنوات ممكن ان تكون النتائج جيده، والصفقات العموميه كتبقى مهمه دائما، لانها تدير تقريبا ما يقارب 345 مليار درهم في السنه، وهذا رقم ليس بسهل، ما يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الوطني. إذن هي مسألة مهمة، إذن ما يمكن إلا نعملوا على التطوير ديالها، والتطوير ديالها غينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى النسيج الاقتصادي ككل، وعلى المقاولات وعلى التعاونيات وعلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، لأنه هذه من المستجدات اللي جا حتى عليها المرسوم.